اختي نقول على ان اي موظف ولا اي مسؤول على انه عنده شي من التقدير لذاك الطريق اللي عدل بها عمله والاولويات وتسيير وقته. قد اي مسؤول يقطع زيارته يسوى باراده منه يسوى بامر من رؤسائه، وما يستغرب في اطار زياره عمل الى اللي ظهر الحد على انه يوقفه في مرحله معينه باش يحل في شيء اخر.